لك يضرب حظي يضرب يضرب حظي يضرب لك يسموني ميديا. جيب بعد شوربه بس لا تزود لي البهارات لاني ما تحب البهارات كثير. اوكي شو مان بليز بي ريلاكس بي ريلاكس ما اقدر اقول بي ريلاكس. اسفين تاخرنا عليكم. ايه شو اتفقتوا؟ طلبنا شوربه وسلام. شو؟ اشوى 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 انكم ما طلبتوا شيء له علاقه بالدياي. الحمد لله. لو سمحت ممكن معكم؟ احط لك ولا لا؟ احط لي لو سمحت. ايش تفضل. ليش انت حتى عندك ارسام من الدياي؟ هي والله تصدق؟ فوق ما تتخيل، يعني مجرد ما اني اروح ريحة الدياي شي احس يعني سوري منكم بغثيان. زين شو السبب؟ اكيد في سبب، اصلا ما في ارسام من دون سبب. قصة طويلة بس اخاف تضحكون علي. اقول يوم كنت صغيرة وانا ياهل يعني شفت صوص قاعد يطلع من بيضة وشي مجرد ما اني شفته لعت كبدي وخلاص من يومها ما اكل دياي. عفوا انسي ليان، بس بهي الحالة لازم يكون معك فوبيا من البيض مو من الدياي. ترى البيض من وين ياي؟ من دياي. على فكرة ليان مو بس عنده إرساء واحد، عنده مجموعة إرساءات. هاي يا ريت. تفضل. يا ويلش كثرت الجرثة من الإيد. خذ أيها الطبوش المتوحش، فكرني ما رح أشوفك؟ كأنه ما زابطة، لازم أحكي لك كيف وصحب. أيها الطبوش، سأقتلع جذورك من فؤادي وسأرمي بعيداً عن فكر الماضي، وظلال الشوق التي تلاحقني سأمحيها من قواميس حياتي من أجلك أيها الطبوش اللعين. ولك مال والله 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 انسلت عافيتي وأنا راقد وراك من موضع لموضع على أساس اخذني على مطعم حلبي. بس هذا شو هذا مطعم حلبي؟ ايه يس. لك ابوس اجرك ابوس ايدك، هاجي تقول لي يس؟ ايش مالك حفظان غيره؟ رح تجيب لي الجرطه ولك كومار؟ خيو من هون ورايح نو يس. قل لي اي شيء بس بلا اليس. هذا هذا مطعم حلبي، ايش الريحه؟ كثير ريحته غريبه. ما بدري ايش روحي ايشو. هذا ريستوران ان انديا، فيري 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 جود فود. ريستوران انديا فيري 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 جود.